لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا الخبير العسكري السوري أديب عليوي عبر الهاتف في مدينة ريحانية التركية. أهلا بكم سيد أديب. أهلا بكم، تحياتي لكم المشاهدين. ما هي أسباب العملية العسكرية التركية المرتقبة في مناطق شرق الفرات والتي بدأت بقصف تمهيدي؟ سيدتي الكريمة، حقيقة يعني لم تعلن اليوم يعني أنها تريد الوصول إلى شرق الفرات، بل على العكس تماما. منذ بدء عملية درع الفرات، يعني ما قبل غصن الزيتون، كان هناك تصريحات من قبل المسؤولين الأتراك العسكريين والسياسيين بأنهم لن يعني يكون كونتون كردي، أو أن يكون هناك الحزب الانفصالي، أن يكون هناك فيدرالية معينة أو تقسيم لسوريا. نعم. وخاصة بأن الأمن القومي التركي يعني مهدد. نحن نعلم أن حزب العمال الكردستاني هو يسيطر على هذه المنطقة امتدادا من جنوب العراق أيضا. هناك يعني في جبال قنديل قيادات يعني حزب العمال الكردستاني هي التي توجه الأوامر، وبالتالي لن تسمح تركيا بأن يكون هناك أي كونتون كردي. استطاعت من خلال غصن الزيتون ومن خلال عملية درع الفرات أن تقسم هذه الكونتونات إلى ثلاثة أقسام، قسم عين العرب، قسم أفريقيا، وقسم ما شرق الفرات. الآن هي تمتد باتجاه، طالما أن واشنطن لم تفي بوعودها بالنسبة لهنبج، هي تجاوزت منبج وبدأت بالقصف باتجاه شرق الفرات، تريد أن تصل إلى تل أبيض، تريد أن تصل إلى شرق الفرات. وبالتالي هذا ما صرح به المسؤولين الأتراك والرئيس أردوغان شخصيا عندما قال بأن يعني لن يسمح بأن يكون هناك كانتون كردي في شرق الفرات، وسيمتد باتجاهه. لو نتحدث كذلك عن الواقع الميداني، كيف تتوقع سير المعارك في وقت يرجح فيه مراقبون أنها ستكون باستراتيجية مماثلة لمعركة غصن الزيتون؟ ما مدى صحة ذلك؟ أنا أعتقد أن من المبكر يعني جدا أن نقول أنها ستكون يعني عملية مماثلة لعملية غصن الزيتون أو حتى لدرع الفرات. كون يعني بالرغم من أن الجيش الحر كان هناك تحضيرات وتنسيق مع الجيش التركي يعني أن يكون هناك عملية مشابهة، لكن أعتقد أنها هي يعني أقرب إلى التهديدات باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي بوعودها باتجاه الخطوة الثانية التي هي منبج. ويمكن أن يكون هناك عملية باتجاه فقط تل أبيض، ولكن ليس الامتداد أكثر من تل أبيض على يعني ضمن المدى المنظور، ضمن الأشهر القادمة. نعم، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق في الرقة، سواء عين عرب أو حتى تل أبيض؟ تل أبيض أهمية خاصة كونها هي قريبة جدا من الحدود مع تركيا، وهي الآن بؤرة لتواجد البيكيكي. أما بالنسبة لعين العرب، عين العرب هي تعتبر محورية كونها الكانتون الثاني، هي تعتبر بعد يعني عفرين، واستطاعت يعني تطويقها القوات التركية، ولن تسمع بأن يكون هناك هذا الكانتون، ولذلك لهم أهمية خاصة إن كانت الأبيض وإن كان عين العرب. كيف ستنعكس هذه العملية على الوضع العام في سوريا، لا سيما ملف إدلب والعمليات العسكرية في دير الزور المدعومة أمريكيا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي تناور، ولكن إذا ما وصلت الأمور، يعني خاصة أن تركيا الآن تلعب الدور المحوري، وعادت تركيا إلى أن تكون بيضة القبان في إن كان في الأزمة السورية وإن كان في المنطقة بشكل عام، وخاصة أن تركيا هي يعني أدت حق أو كون أمنها القومي مهدد، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف في وجه تركيا ولا أن تخسرها من أجل يعني مجموعات إرهابية مصنفة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يعني حزب البيكيكي مصنف إرهابيا ليس اليوم ولا البارحة، برغم تغيير اسمه إلى وحدات الحماية الشعبية أو إلى قوى سوريا الديمقراطية، لكن هذا لا يمنع أنه هو الحقيقة العقل المدبر هي يعني قيادات البيكيكي المتوايدة في جبال قنديل. وبالتالي مصر يعني الرئيس أردوغان ومصر القيادة العسكرية التركية على أن تقضي على هذه المجموعات الإرهابية المتواجدة في هذه المنطقة، ولا أعتقد أنها يعني هي في وزن يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما وضعت في كفتي ميزان بين الوحدات الكردية وبين يعني تركيا. لا تخسر تركيا الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هذه المجموعة
الارهابيه، لكن دعيني اقول ان الولايات المتحده الامريكيه هي التي تناور في هذه المنطقه. بالحديث عن واشنطن، كان هناك تصريح للمبعوث الامريكي لسوريا جيمس جيفري قال فيه ان هناك عقوبات مرتقبه على نظام الاسد، ما طبيعه هذه العقوبات ومدى فعاليتها على النظام؟ يعني دعيني اقول ان هذا الكلام سمعنا منه الكثير، وما هي العقوبات ضمن هذه المعطيات التي تجري على الساحه السوريه؟ يعني الافضل من هذه يعني العقوبات، يعني هناك الكثير من الاجراءات التي يمكن ان يضغط بها على الاسد من خلال حربه على ايران التي تتقاعس بها الولايات المتحده الامريكيه، يعني تدعي انها تحاول اخراج ايران من المنطقه، ولكن لا نشعر حتى الان بجدية الولايات المتحدة الأمريكية في إخراج إيران من هذه المنطقة، أفضل من العقوبات. أما ما هي العقوبات التي ستكون على نظام الأسد وما مدى تأثيرها عليه ضمن هذه المعطيات والظروف بعد أن أصبحت روسيا هي المحتل الرسمي لكل مفاصل الحكم في سوريا؟ أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري أديب عليوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.